بلغت عدد السيارات التي تم حجزها إلى حدود صباح اليوم الثلاثاء 24 مارس الجاري بمدينة الرشيدية بسبب مخالفة أصحابها لإجراءات متعلقة بحالة الطوارئ الصحية إلى أزيد من 30 سيارة وعدد كبير من الدراجات النارية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها السلطات الأمنية بالمدينة والرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. هذا وقد وضعت مصالح الأمن مواردها البشرية معززة بالوسائل اللوجستيكية في حالة استنفار لتنفيذ خطة حالة الطوارئ الصحية بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، حيث وضعت نقط مراقبة ثابتة في مجموعة من النقط بالمدينة وخاصة التي تعرف رواجا وحركة تجارية، كما سهرت على تنظيم دوريات يومية راكبة تجوب مختلف الشوارع والأحياء للمساهمة في تحسيس الساكنة بجدية الوضع وضرورة التزامهم بيوتهم تفاديا لإصابتهم بأي مكروه. وقد شوهد انتشار واسع لرجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال وأعوان السلطة في مختلف أزقة وشوارع وأحياء المدينة مع حواجز أمنية مكثفة تراقب كل المواطنين المتجولين والتأكد من توفرهم على التراخيص الضرورية التي تم توفيرها من طرف السلطات، كما عاين الانخراط الجماعي والمسؤول لساكنة المدينة مع هذه الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد. وجديد بالذكر أنه إلى حدود الساعة الثالثة بعد زوال يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري بلغت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 143 حالة مؤكدة، منها حالة واحدة تم تسجيلها بمدينة أرفود بإقليم الرشيدية.